ماذا يجري في مناطق الجنوب؟ تهيئة المشهد الانتقالي التابع للإمارات أم الاستحواذ على ما تبقى من منشآت إرادية وحقول نفطية؟ أم أنها محاولة إماراتية لقطع الطريق أمام عودة الرئيس والشرعية لعدن؟ وما خيارات الشرعية إزاء ذلك؟ أهلا بكم. تزامناً مع المطالب الشعبية بضرورة عودة الرئيس هادي ومسؤولية الدولة لعدن، ثمة تحركات لدولة الإمارات عبر أدواتها السياسية والعسكرية في مناطق الجنوب التي أنشأتها لتقويض حضور الشرعية. حملات تحريض وعمليات نقل للمعدات العسكرية وتحشيد وتجنيد واعتقالات واسعة تقوم بها ضد المناوئين للانتقال الجنوبي وأجندات الإمارات. تحرك أفقي بتجريف الحياة السياسية وعمودي بنشر ثقافة الفوضى فيما تبقى من المناطق الجنوبية التي نأت بنفسها عن الصراع في شبوة. اعترضت قوات النخبة الشبوانية موكب قائد محور عتق العميد عزيز العتيقي في نقطة البياض ومنعته من دخول مدينة عتق، فيما تقوم بحملة اعتقالات واسعة ضد نشطاء الحراك الجنوبي المناوئ للإمارات هناك، فيما اندلعت اشتباكات بين عناصر تابعة للمجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات وقوات خفر السواحل في ميناء أرخبيل سقطرة. اتشهد سقطرة توتراً متصاعداً بين القوات الحكومية والقوات الموالية للإمارات. تحركات مثيرة للقوات الموالية للإمارات في مناطق ضعف الانتقال ومنابع النفط والموارد في الجنوب، هل تفجر جولة صراع مسلح جديد بين الشرعية والانتقال ومن خلفه الإمارات؟ وإلى ماذا تشير موازين القوى في الجنوب؟ سباق للسيطرة على ما تبقى من محافظات الجنوب وضم ما بقي من منشآت إرادية لحقيبة أبو ظبي، أم ترهيب للقوى والكيانات المعارضة للمجلس الانتقالي ليكون عصا الأجندات الإماراتية؟ ماذا يريد الانتقالي الجنوبي بتصعيده الأخير ضد المسؤولين الحكوميين وقيادات ونشطاء الحراك الثوري السلمي الجنوبي في عدد من المحافظات الجنوبية؟ تقول المعلومة من عدن إن تحركات مريبة تتصاعد منذ أيام رغم نفي الانتقالي التصعيد وإعلان التزامه باتفاق التهدئة المبرم عقب محاولته الانقلاب على الشرعية في يناير من العام الماضي، لكن النفي لم يعد كافيا في ضوء تواتر مؤشرات تقول إن ثمة شيئا سيحدث في الأيام القادمة. في سقطرة تبدو مساعي الإمارات أكثر وضوحا، حيث اعتدى مسلحون تابعون للانتقالي المدعوم إماراتيا على وزير الثروة السمكية فهد كفاين ومحافظ المحافظة رمزي محروس في مديرية قلنسية. هذه الحادثة جاءت بعد حملة تحريض من قبل أنصار الانتقالي ضد المحافظ محروس على خلفية موقفه الرافض لإنشاء تشكيلات مسلحة خارج إطار المؤسسة العسكرية والأمنية. في عتق مركز محافظة شبوة اعترضت قوات النخبة الشبوانية الموالية للإمارات موكب قائد محور عتق العميد عزيز العتيقي في نقطة البياض. بالتزامن مع ذلك نفذت النخبة الشبوانية عملية انتشار واسعة ومفاجئة ونفذت حملة اعتقالات ضد قيادات ونشطاء الحراك الثوري الجنوبي وهو فصيل مناوئ للانتقالي الجنوبي وأجندة الإمارات. اعتقل الناشط الحراكي عصام فدعق بعد يوم واحد من مشاركته في وقفة تضامنية للمطالبة بإطلاق سراح الناشطين سالم الربيزي وعبد الحميد الروسي في وادي حضرموت وسقطرة وشبوة وقبلها المهرة، مناطق ضعف نفوذ الانتقالي وأراضي الثروات والموارد. تطلق الإمارات أدواتها العسكرية وحملاتها التحريضية في محاولة لإزاحة خصومها وتقويض الشرعية بشتى الوسائل لتهيئة الملعب للانتقالي الجنوبي أداتها وعصاها الطائشة في وجه أبناء الجنوب. فهل ستحقق مبتغاها أم تتنبه الشرعية والقوى السياسية وتضع حدا لهذا السيناريو المهدد للسلم والنسيج المجتمعي؟ إذن مشاهدينا الكرام، أرحب بضيفي هنا في الاستوديو الكاتب والباحث السياسي نبيل البكيري، وسينضم معه آخرون خلال هذه الحلقة. مساء الخير أستاذ نبيل. مساء النور لك ومشاهدينا الكرام.
إذا أستاذ نبيل، بالتأكيد تتابع المشهد هذه الآونة، هناك الاعتداء على الوزير كفاين ومحافظ سقطرى رمزي محروس من قبل جماعة مدعومة من الإمارات، ومثل هذه الأعمال تحدث أيضا في شبوة ضد أحد القيادات. كما تابعنا تصريح لعبد العزيز جباري نائب رئيس مجلس النواب إن التحالف العربي يعيق عودة الحكومة والشرعية إلى المناطق المحررة جنوبي اليمن. جملة من الأحداث والتراكمات خلال هذه الفترة الأخيرة، ما الذي يحدث بالضبط برأيك؟ الذي يحدث ربما يعرفه كل اليمنيون، الذي يحدث في مناطق المحررة في عدن وغيرها من المناطق هو استمرار لمسلسل إيجاد سلطة أمر واقع خارج إطار السلطة التي أتت من أجلها قوات التحالف العربي وتدخلت تحت مظلتها ما يسمى بالإمارات العربية المتحدة. ما يجريه هو إعادة تشكيل وإعادة رسم لمسار السياسة في المناطق المحررة جنوبا، وطبعا هناك مسار واضح، أصبح واضحا هذا المسار يتستر تحت لافعات يعني شعارات ما يسمى بالحراك الانفصالي الجنوبي، ويريد أن يفرض سلطة أمر الواقع. هذه سلطة الأمر الواقع طبعا هي غلاف لأهداف ومصالح كبيرة للإمارات العربية المتحدة في شواطئ اليمن وموانيها ومطاراتها وحقول النفط والغاز فيها، وبالتالي نحن أمام مسلسل واضح للجميع أن هناك أشبه بسلطة احتلال وانتداب إن صح التعبير. هذه السلطة تتوسل الوجود من خلال المرتزقة الذين تدعمهم على امتداد 4 سنوات، وعملت منهم ميليشيات مسلحة عملت على تقويض مؤسسة الدولة وإفراغها وإنشاء سلطات موازية للدولة التي أضعفت في إلى أدنى مستوياتها وأصبحت اليوم خارج إطار الفعل والتأثير، ليس لعدم قدرتها وإنما للأخطاء السياسية الكبيرة التي ترتكب من قبل السلطات الشرعية في التعاطي مع هذا المشهد المفخخ بكل أنواع العبث والمسؤولية والفوضى. أنا باعتقادي نحن أمام لحظات فارقة فيما يتعلق بمصير مثل هذه الأحداث الفضوية والعبثية أمام اليمنيين اليوم، يعني منعطف حقيقي ومنعطف خطير. هذا المنعطف يجب أن يكون تقريرا لمصير اليمن ككل، وهو يعني عودة السياسة إلى فاعليها المؤثرين فيها وهم ممثلة بالحكومة الشرعية المعترف بها دوليا وإقليميا، والتخلص من هذه الطفيليات التي أتت على هامش المشهد السياسي ولتحاول اليوم أن تكون في الصورة كفاعل رئيسي، وهي في حقيقة الأمر مجرد عصابات ارتزاق وعصابات عمالة تمثل قمة الفوضى والعبثية في هذه المناطق. نعم. إذن أيضا قبل ساعة أستاذ نبيل من الآن وقعت اشتباكات بين عناصر من الجيش الوطني وكذلك عناصر مسلحة من موالية للإمارات على خلفية محاولة اقتحام ميناء حلاف بسقطرة. يعني هناك أيضا ليس فقط ما تحدثت به، لكن محاولة اقتحام حقيقي للمناطق الآمنة التي تعد يعني معروف عنها أنها مسالمة، لا يوجد فيها مسلحين، لا يوجد فيها يعني أدنى توتر، ولكنه يخلق بوجود هذه القوات. ما يحدث في سقطرة وما يحدث في شبوة وما يحدث مثلا في المهرة وما يحدث في حضرموت هو العنوان الأبرز والشعار الأبرز للمرحلة، ويعني دعني أقول هو المعبر الحقيقي عن الأهداف الغير معلنة للتحالف العربي للإمارات والمملكة العربية السعودية. ما يحدث في هذه المناطق التي لا يوجد فيها سلطات انقلاب، لا يوجد فيها ميليشيات انقلاب، ولا يوجد فيها حتى فوضى أمنية حتى يمكن التستر خلفها والذهاب لرسم مشهد أمني هناك. يعني ما يجري باختصار هو أشبه باحتلال ووصايا وانتداب لسرقة ثروات ومقدرات هذه المنطقة والعبث بمؤسسات الدولة والعبث بمصير وسيادة هذه المناطق التي سيادتها من سيادة الدستور والقانون اليمني الذي يعترف فيه هذا التحالف وأتى بطلب منه. وبالتالي أصبحت الأمور مكشوفة وتلعب على بوضوح أن هناك أطماع، هذه الأطماع التي تسترت وتغلفت تحت شعار إسقاط الانقلاب والسعادة الشرعية اليوم أصبحت واضحة في سقطرة وفي المهرة وفي من خلال ضرب كل مؤسسات الدولة وضرب كل صور الدولة الموجودة في هذه المناطق وإحلال ميليشيات خارج مؤسسات الدولة فيها
والتحكم بها والعبث بأمنها وثرواتها ومقدراتها. نعم، للاطلاع أكثر على ما حدث في سوق قطرة انضم معنا شيخ مشايخ سوق قطرة الشيخ عيسى سالم بن ياقوت عبر الهاتف من المهرة. مساء الخير شيخ عيسى. مساء النور والعافية، أسعد الله مساءكم بالخير والعافية. مساك الله بالخير أستاذ شيخ عيسى، يعني نود منك تفاصيل محاولة إحباط اقتحام ميناء سوق قطرة من قبل موالين للإمارات. نعم أخي العزيز، أولا أحييكم وأحيي مشاهدينا الكرام في كل مكان. وأخي العزيز، بالحقيقة هذا الأمر بدأ من أمس، كانت هناك زيارة أمس، أبدأ بالموضوع من أمس إيش اللي حصل. نعم، كانت هناك زيارة لمعالي الوزير الأخ فهد كفاين وزير الثروة السمكية، والأخ معالي محافظ المحافظة الأخ رمزي بن محروس، حيث كانت هناك زيارة إلى مديرية قلنسية تمام، ومن ثم إلى المديرية ووصولهم إلى الإدارة العامة للمجلس المحلي. قاموا أصحاب الانتقالي اللي أصحاب الحزام الأمني، نعم، واعترضوهم ومنعوهم من الدخول. اعترضوا وزير الثروة السمكية والمحافظ ومنعوهم من الدخول إلى الإدارة المحلية في مديرية قلنسية. وهناك تم الإتصال بقائد الكتيبة الأخ الهميمي، له قائد الكتيبة في مديرية قلنسية، واتوا التدخل، اتى الجيش الوطني وقام بتفريقهم، وقاموا هؤلاء الاشخاص اللي تبع الحزام الامني وتبع الانتقالي برمي باحجار سيارات الوزير وسيارات المحافظ، وكسروا اكثر من 6 سيارات في مديريه قلنسية. هذا الكلام امس. نعم، إذن شيخ عيسى، ما هو الهدف برأيك من هذه الأعمال العسكرية ومحاولة الاستفزازات التي تقوم بها هذه العناصر؟ حقيقة يا أخي، احنا قد تكلمنا وقد قلنا سابقا ان هؤلاء العناصر وهؤلاء الميليشيات اللي خارجة عن النظام وتتبع المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا، ما لهم مكان عندنا في سوق قطرة. لماذا؟ لأنها سوق قطرة آمنة، لا يوجد فيها لا قاعدة، ولا يوجد فيها حوثي، ولا يوجد فيها أي أخطار أمنية في سوق قطرة. فنحن قلنا لهم وسبق وقلنا نتمنى من الأخوة ومن جميع من يسمعنا، ونتمنى ونطالب عبد الرب منصور هادي، ونطالب رئيس مجلس الوزراء، ونطالب وزير الداخلية، نطالبهم جميعا بالتدخل اليوم في سوق قطرة، لأن اليوم في سوق قطرة حادثة لم نتوقعها ولم نتوقع يوما ما أن أبناء سوق قطرة سيطلقون النار على بعضهم البعض، مهما كانت توجهاتهم. فاللي حصل اليوم حصل أن هناك الميليشيات تبع الانتقالي المدعومة إماراتيا أتت إلى الميناء وتريد أن تحتل الميناء، تريد أن تمسك الميناء، بدلا من القوة اللي تابعة الشرعية، قوة الجيش اليمني، فأتت بالقوة على أساس أنها تأتي إلى الميناء وتحتل الميناء هكذا بدون مناسبة. يعني قررت فجأة أن تقتحم الميناء. أخي العزيز، أولا نعم، بداية أنا أود أن أوضح لك، محدثتك مذيعة البرنامج آسيا ثابت، تفضل. عفوا. نعم أخي العزيز، أولا نأسف لما حصل في سوق قطرة اليوم، وهذا اللي كنا نحذر منه مرارا وتكرارا، ونخشى من أن يزداد الوضع إلى الأسوأ. ولكن من هذه المنبر ومن هذه القناة نناشد رئيس مجلس العام لأبناء سوق قطرة والمهرة السلطان عبد الله بن عيسى بن عفرار بالتدخل السريع، ونناشد المشايخ والحكماء والعقلاء، ونناشد فخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي ورئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية أن يكون هناك أو أن يقوموا بموقف حاسم تجاه هؤلاء الميليشيات الخارجة عن النظام، باتجاه هؤلاء الميليشيات اللي خارجة عن النظام والقانون المدعومة من الإمارات. علما لكم
إن مشاريع الإمارات ليس وليدة اليوم في سقطرى، بل ومنذ سنوات والإمارات تحاول السيطرة على جزيرة سقطرى، حيث قامت بشراء ولاءات من بعض ضعفاء النفوس من مشايخ وأعيان وقيادات عسكرية، وقامت بتجنيد ميليشيات خارج إطار الدولة، وكانت تدربهم في عدن وأرسلتهم إلى سقطرى، قوامهم حوالي 300 فرد. الآن 300 فرد، هل يعقل أن يعرقلوا الأمن في سقطرى؟ مع أن سقطرى لا يوجد فيها الحوثي ولا يوجد فيها القاعدة ولا يوجد فيها أي أخطار أمنية، وما تقوم به اليوم أو ما يقوم به المجلس الانتقالي اليوم في سقطرى هي محاولة احتلال واضحة لسقطرى، وكل هذا مدعوم إماراتيا. وهذا الحادث اللي حصل اليوم في سقطرى هو حادث يؤلمنا جميعا، ولا نرضى أن يتقاتلوا أبناء ما فيما بينهم البين، لا نرضى أبدا. وهذه المحاولة اللي قام بها الحزام الأمني اللي يتبع مجلس الانتقالي والمدعوم إماراتيين هي محاولة فاشلة لاحتلال ميناء سقطرى، ولكن أبطال الجيش قاموا بالتصدي لهم، والمحافظ رمزي بن محروس أرسل جزا الله خير حفظه الله أرسل حملة أمنية وتم السيطرة على الوضع تماما. ومن هنا أخي العزيز أناشد مرة أخرى ونطالب من رئيس الجمهورية أن يتدخل تدخل فوري، ومن رئيس مجلس الوزراء ومن وزير الداخلية وضع حد لهذه المهزلة اللي تحصل في سقطرى. نعم. يريد أن يوضع حل لهذه المهزلة اللي تحصل في سقطرى في محافظة سقطرى، وإنهاء تواجد الإمارات في محافظة سقطرى نهائيا سياسيا، إنهاء الإمارات في سقطرى سياسيا، إن كان هناك أمور تتعلق بمساعدات وما مساعدات احنا نرحب فيها من الإمارات، لكن سياسيا نحن حقيقة اليوم نقول نطالب الرئيس أن ينهي هذا الأمر. وثانيا الشيء الثاني وللأسف والمؤسف إن السعودية متواجدة ولا حركة ساكنة تتفرج وتصور، المملكة العربية السعودية متواجدة في سقطرى وهي تصور من بعيد، لا تحرك لا يمين ولا يسار عن كل ما يحصل اليوم في سقطرى. إذن لماذا هناك المملكة العربية السعودية؟ نعم، إذن شكرا جزيلا لك شيخ عيسى سالم بن يقود شيخ مشايخ سقطرى، كنت معنا عبر الهاتف من المهرة، وسمح لنا أستاذ نبيل أيضا أن ينضم معنا الأستاذ مدرم أبو سراج نائب رئيس المكتب السياسي للحراك الثوري الجنوبي عبر الهاتف من عدن. مساء الخير أستاذ مدرم. مساء النور، مساء النور لجميع المشاهدين وقناة القيس. أهلا بك أستاذ مدرم. مؤخرا ارتفعت حملة اعتقالات، طالت العديد من النشطاء الحراك الجنوبي كالزبيري والروسي وفدعق، كيف تفسر هذا الأمر؟ أولا قبل ما أدخل في موضوع الاعتقالات نوه بأننا قبل حوالي 40 دقيقة من الآن استلمت رسالة تهديد في نفسها تقول قارورة بترول بنصبها عند بيتك اللي جنب المحكمة أو نظم ابنك شهد. هذا كنت متصل، يشوفون أننا متصل، أنهم الآن فرصة قدت مسافر. أنا الآن أتكلم وأنا من مدينة الغيضة عاصمة محافظة المهرة، يعني أدوات الاحتلال الإماراتي بعد ما عدم أن عجزت أن تواجه الرجال أو تواجه السياسيين في الجنوب أو الثوار، الآن تهدد بأن السياسيين والثوار بالأطفال والنساء. هذه رسالة أنا من خلال هذه القناة مباشر أقدم بلاغ للنائب العام أو اللي اسمه النائب العام والصؤون ممتلئة بالمعتقلين دون أن يحرك ساكنة. نعم. أقدمها للمبعوث الدولي، أقدمها للأمم المتحدة، أقدمها لكل المنظمات العربية والأوروبية وغيرها، لكل المنظمات الحقوقية، لأن سلامة أسرتي وأولادي وأطفالي التي أكبرهم يبلغ من العمر 12 عام، عندما عادتوا عن مواجهة الرجال، الآن أدوات الاحتلال الإماراتي تواجه يهدد الأسلحة للأطفال. هناك أطفال قيادات كبيرة في الحزام الأمني والشبواني محتجدة في أبوظبي من موالينها تهددهم بأطفالهم ونسائهم في أبوظبي.
ومن الذين يرفضون أن يطوعوها تهددهم الآن داخل الوطن في عدن وبقية المحافظات. هذا هو بلاغ الآن وقد نعم، ونحن يعني نعد ذلك بلاغا للنائب العام يعني حول سلامتك وسلامة أطفالك وعائلتك أستاذ مدرم لأي ضرر قد يحدث لهم لا سمح الله. نعم، إذا أستاذ مدرم في ظل هذا نعم تفضل. أضيف الرقم الذي تم تهديدي منه ليعلم الجميع وللعلم، اول ما قرات رساله اسمه حفظتها ولكن حذفها، ولكن هي الان عندي مصوره. الرقم هو 7387329924 ويرمز على لاسمه في اسمه في الوقت ابو شارب الكلبي. ندخل الان في موضوع المعتقلين بالذات القيادي في الحراك الثوري عبر الهيئه المركزيه سالم الرميدي الذي تم التهجم على داره دون مراعاه النساء، دون مراعاه الاطفال، دون مراعاه لا يمكن اجراء الاتصال. اذا يبدو اننا فقدنا الاتصال بالاخ مدرم، سنحاول التواصل بك. اذا استاذ نبيل، استمعت لحديث الشيخ عيسى ولحديث ايضا الاستاذ مدرم، يعني يصور الوضع بأشبه بغابة في ظل وجود هذه العناصر الموالية للإمارات. السقطري يقاتل السقطري، الجنوبي يهدد أخيه الجنوبي، وضع ربما لم تعيشه هذه المناطق من قبل. بالطبع ما يجري هو قمة المأساة وقمة المهزلة السياسية التي تحصل في المناطق المحررة جنوبا. يعني اليوم يعني يدفعون اليمنيين لأن ينسوا الانقلاب وليذهبوا بعيدا عن المعركة الحقيقية المتمثلة بسعادة الدولة وإسقاط الانقلاب، لنعود إلى هوامش تفاصيل مثل هذه القضايا التي تم اختلاقها وزرعها في المناطق المحررة من خلال إيجاد كيانات خارج مؤسسات الدولة، إيجاد كيانات ارتزاقية لا هدف لها سوى خلق الفوضى والاقتتال الأهلي وإشعال مزيد من الفوضى الأمنية في هذه المناطق. يعني ما يحصل في سقطرى للأسف جريمة كبيرة وشنيعة. هذه المدينة التي والجزيرة الهادئة الوادعة التي يعني لم نسمع نحن كيمنيين على امتداد تاريخها المشهود عن جرائم فيها، يعني لدرجة أنه يعني الجزيرة تكاد تكون خالية من أبسط أنواع السلاح. اليوم الجزيرة تعق بأنواع السلاح ويتم امدادها بسلاح من قبل ميليشيات التابعة للإمارات ويتم تحويلها إلى بؤرة مواجهات مسلحة وصراع دامي في هذه الجزيرة التي كانت يفترض أن تكون قبلة للسياحة وقبلة يعني طلاب الاستجمام والاسترخاء في هذه الجزيرة. اليوم تتحول إلى بؤرة صراع دامي بين أبناء الجزيرة أنفسهم. يعني أنا أتحدث عن وناس أتوا من خارج الجزيرة، وإنما انقسام الناس إلى على هذا الشكل أو على بهذه الطريقة نتيجة لوجود أهداف قذرة للإمارات في هذه الجزيرة. وكما ذكر الشيخ تحدث على أن هناك يعني الأطماع الإماراتية لم تكن وليدة اليوم، إنما هي اليوم تطبيق لهذه الأطماع. هي كانت من قبل تشتري أراضي هناك الإمارات عن طريق بعض من اشترت ولائهم من سابق. وبالتالي أنا باعتقادي اليوم لم يعد هناك مجال للحديث عن تحالف عربي وعن إعادة ورسم سياسة هذا التحالف. يجب أن يكون اللحظة اليوم يعني تطور المشهد بشكل كبير واتضحت الأهداف المرسومة، واليوم بان ذاب الثلج وبان المرق كما يقال. اليوم يجب أن يكون هناك مفاصلة حقيقية تدعو لفك هذا الارتباط وعودة الإماراتيون من حيث أتوا، لأنهم لم يمثلوا ولم يدعوا أساسا في إطار الدعوة التي استنجد بها رئيس الجمهورية قبل 4 سنوات. اليوم الإماراتيون مجرد غزاة وزارعي فتن بين أبناء الشعب اليمني ودور سلبي وسلبي للغاية، لا يختلف كثيرا عن ميليشيات الحوثي، إنما
هما وجهان لعملة واحدة أو صورتان لعملة واحدة. نعم، ما الذي تريد أن تقوله الإمارات بمثل هذه السلوكيات والتصرفات، أن تغلق المجمع الحكومي بجزيرة سقطرى، تعتدي على هي تريد أن سقطرى؟ نعم، تفرض سلطة الأمر الواقع. هي تقول أنها أتت وحررت هذه المنطقة من أهلها، وتصبح لها حررت هذه المنطقة من أهلها وأوجدت أرض لتديرها وتمارس عليها سيادتها، وبالتالي نحن أمام مهزلة تاريخية. هذه المهزلة ربما هم لا يدركون أو لا يعون جيدا تاريخ اليمني ولم يقرأوا هذا التاريخ. اليمنيون ليسوا طارئون على هذه الجغرافيا، اليمنيون لديهم حساسية فائقة لدى كل ما هو أجنبي، وليقرأوا التاريخ اليمني جيدا. تاريخ اليمنيين مع اليونان، مع الرومان، مع البرتغاليين، مع الأحباش، مع حتى مع العثمانيين، مع البريطانيين، يعني تاريخ يعني ذو حساسية كبيرة من كل أجنبي طارئ على هذه الأرض. وبالتالي هم لم يدخلوا كغزاة حقيقة، إنهم دخلوا تحت مظلة السعادة الشرعية ودعم اليمنيين. هذه المناطق أصبحت متاحة لجميع الميليشيا إلا الشرعية. صحيح، هذه الحقيقة المرة. طبعا نحن حتى لا نحمل اللوم كله على هؤلاء الطارئون على الجغرافيا وعلى التاريخ وعلى الواقع وعلى السياسة رعاة الإبل. نحن نقدم اللوم ونلوم بشدة الحكومة الشرعية. الحكومة الشرعية اليوم عاجزة ونائمة في نوم عميق وسبات عميق، لم يستطيعوا أن يفعلوا شيء، أو بمعنى آخر لم يمتلكوا القدرة والمسؤولية لإيقاف هذه المهزلة. أنا باعتقادي السبب الأول والوحيد والمباشر هو في القيادة التي تدير هذه اللحظة. هذه القيادة لا نرى منها سوى العجز والفشل والإخفاق، ويجب أن تعي جيدا هذه القيادة أنها ستلعن تاريخيا وسيلعنها اليمنيون. وليست ولا يعني اليوم تمثيلها الحقيقي لليمنيين أمام المجتمع الدولي أنها سلطة شرعية، وهي التي بيدها أن تدير هذا المشهد. ما لم استمر هذا العجز، أنا باعتقادي سيكون أمام اليمنيون خيارات أخرى. هذه الخيارات لا أستبعد أن تكون من ضمنها المقاومة هذا الاحتلال. يعني وصلنا إلى مرحلة احتلال. ما يجري في سقطرى في المهرة هو عملية احتلال، شينا ما بين هذا الواقع المر الذي وصلنا إليه، والذي ما كان يتمنى اليمنيون وما كنت أتمنى أن نصل لهذه المرحلة ونستخدم هذا اللفظ في توصيف هذه الحالة. لكن هذا الواقع الذي وصلنا إليه نتيجة لإخفاق الشرعية في التعاطي مع هؤلاء القوم الذين أتوا لنا تحت ستار السعادة الشرعية وسقاط الانقلاب، تحولوا إلى غزاة وتحولوا إلى ميليشيات بلطجة من خلال فائض المال الذي لديهم، واشتروا به فائض المرتزقة الذي لدينا للأسف. إذن برأيك ما الذي بيد الشرعية أن تفعله الآن، أو ما الذي يجب عليها أن تقوم به، خاصة مع وجود مطالبات عديدة بعودة الشرعية؟ هناك يعني الحملة يقودها مجموعة من الناشطين للضغط على الحكومة وعلى الرئيس هادي بأن تعود لعدن. أنا باعتقادي الهدف الأول أو الشرط الأول للخروج من هذه الحالة الهزلية هو عودة الشرعية للداخل، عودة كل مسؤولي الدولة إلى الداخل. فليتركوا الرياض وليتركوا القاهرة وليتركوا اسطنبول، كل من لديه مسؤولية يجب أن يعود إلى الأرض إلى الداخل، وهناك يمنحوا شرعيته، شرعية الإنجاز من المقاومة، من إيقاف هذه المهزلة السياسية والمهزلة العبثية التي تحصل في الأراضي اليمنية. بعد ذلك مسألة إعادة الأمور في كثير من القضايا التي المتعلقة بالاتفاق مع بالعلاقة شكل العلاقة القائمة مع ما يسمى بالتحالف العربي، التخلص أو التخلي عن الخدمات التي تقدمها الإمارات باعتبارها غير مرغوبة وغير مطلوبة منها شيء، وأنها دخلت على غفلة من الجميع كما فعل الحوثيون حينما اقتحموا العاصمة. دخل الإماراتيون بعد سقوط العاصمة عدن وتوغلوا فيها وعبثوا فيها هذا العبث كله. اليوم أيضا الكارثة الكبيرة اليوم أن تجر المشهد في هذه المناطق إلى صدام بين أبناء اليمن أنفسهم. ما يجري في سقطرى هو انقسام بين مرتزقة الإمارات وبين غير مألوف، وخاصة في هذه المناطق. ما يجري في عدن أيضا هو استعداد لنفس السيناريو، وما يجري في المهرة، ما يجري هذه أخطر بكثير من ميليشيات الحوثي، بالنظر إلى ميليشيات الحوثي ميليشيات انقلابية طائفية متمردة، يعرفها اليمنيون ويعرفوا قضيتهم معهم ونحن في معركة معهم. لكن مثل هؤلاء الذين أتوا يتسللون تحت شعار الاستعادة الشرعية وتحت شعار الأخوة والنجدة والشهامة، وبالأخير يتحولون إلى أوباش يعملون على زرع الفتن بين اليمنيين وتغذية المشهد
وهو ملشنة الحياة السياسية والحياة الأمنية في نعم. إذن دعنا نستضيف أيضا معنا الأستاذ مختار الرحبي مستشار وزارة الإعلام عبر الهاتف من الرياض. مساء الخير أستاذ مختار. نعم أستاذ مختار هل تسمعني؟ مساء الخير أستاذ مختار. إذن يبدو أننا فقدنا الاتصال، سنعاود الاتصال بك. وقد عاد معنا أيضا الأستاذ مدرم أبو سراج نائب رئيس المكتب السياسي لحركة الثوري الجنوبي. أستاذ مدرم نعم كنت تحدثني عن المعتقلين ووضعهم وما يحدث لهم أيضا، تفضل. المعتقلين وعلى رأسهم المناضل سالم الرميدي عضو الهيئة المركزية رئيس الرقابة والتفتيش في الحراك الثوري. نعم. الذي يعاني من مرض الربو، وهو للعلم معلوماتنا التي وصلت إلينا إنه مجنون في سجن النخبة في عجان. سالم الربيدي يعاني من مرض الربو، وهو عندما يكون في الوضع الطبيعية دائما هو يشكي من أمراض، وفي حالات تكون صعبة فما بالك وهو في الجنادين الآن. وكل ذنب سالم وزملائه هو أنه لديهم قلم حر، قلم حر الذي يكتب آراءه وانتقاداته عبر صفحات التواصل الاجتماعي وتحديدا من لديه صفحة في الفيسبوك. ونتيجة نوع القوانين في دولة الاحتلال الإماراتية هي التي تمنع بقوانين صدرات الإبداع الآراء، ما نشعر الآن هو الآن يطبقوا قوانينهم على أرضنا. وبنفس الوقت الاعتقال الذي تم لعبد الحميد الصويحي الروسي هو التعبير آراءه التي كان يكتبها على الجدران، وهو تحديدا هو من حركة حرار عدن الذين يرفضون التواجد الإماراتي، والإمارات أوحدت على أدواتها هنا في الجنوب تحديدا، وهم اللي تم اعتقالهم وتسليمهم لمعسكرات الإماراتية. ماذا يريدون؟ يعني الجميع يعبر الآن بإرادة حرة بالقلم بالكلمة. هل يريدون الناس أن تحمل السلاح؟ هل يريدون الناس أن تعود أن تكون زي القاعدة أو داعش أو أي مقاومة عسكرية؟ يعني من الكرد الآن الذي يولدون سيولد طاقة أخرى، طاقة جبارة. الآن بدأ التمرد في الجنوب، وبدأت الحركات المقاومة من المهرة الحرة. مدينة المهرة الحرة هي الآن بدأت المقاومة وبدأت الاعتصامات وبياناتهم تردد إن تتحد أشياء أخرى. نعم. إلا ما يدور في جنوب من فداحة تحديدا نحن نحمله رئيس الجمهورية اليمنية عبد رب منصور هو ساكت على كل ما يدور من انتهاكات من اقتحامات مما يجري. هذا التحالف هو أتى بطلبه بإرادته بموافقته، سكوته عن هذه الأمور هو راضي عنها. نعم. إذن عبد رب منصور هو يريد أن يصف الجنوبيين الآن فيما بينهم وفي تسيل الدماء لكي يحلوا له الموقف فيما بعد. نعم. إذن شكرا جزيلا لك أخ مدرم أبو سراج نائب رئيس المكتب السياسي للحراك الثوري الجنوبي، كنت معنا عبر الهاتف من عدن. ويعود إلينا الأستاذ مختار رحبي مستشار وزارة الإعلام عبر الهاتف من الرياض. مساء الخير أستاذ مختار. اهلا وسهلا، مساء النور عليك وعلى المشاهدين الكرام وضيوفك الكرام جميعا. اهلا بك. اذا استاذ مختار، كيف تتابع الشرعيه كل هذه التجاوزات بحق رجال الدوله ومؤسساتها في سقطرى وشبوه وغيرها من مدن ومحافظات اليمن؟ بكل تاكيد ان الشرعيه ترفض هذا التصعيد الخطير الذي حدث ويحدث طوال الاسبوع الماضي وفي هذه الايام في سقطرى وفي شبوه وفي عدن. طبعا المخططات الانقلابيه التي كانت تحاول الميليشيات المرتبطه بدوله الامارات العربيه المتحده في عدن فشلت، لذلك تم نقل التصعيد العسكري الى محافظه شبوه وكذلك الى محافظه سقطره. في شبوه حاولت الميليشيات بالامس ان تسيطر على مدينه عتق عاصمه محافظه شبوه، وايضا السيطرة على منازع النفط والمناطق الاستراتيجيه. واليوم نتفاجئ ايضا ان الميليشيات الحزام الامني التي تم ادخالها في شهر رمضان المبارك الماضي
من قبل ما يسمى بالمجلس الانتقالي التي وهذه القوات طبعا تدربت في مدينه عدن وتلقت التدريبات والدعم وتتلقى ايضا الرواتب من دوله الامارات. نتفاجئ اليوم انهم يحاولون السيطره على مركز حيوي ومنطقه حيويه وهي ميناء في فتره الاستراتيجي. بالتالي ما يحدث هو تطور خطير وتطور وتصعيد من قبل الامارات وادواتها في الداخل. اليوم المحافظ في سقطره تعامل بشكل حازم وتعامل كرجل دوله حقيقي في محافظه سقطره، وانا من خلالكم اوجه له الشكر الكبير له ولكل القيادات التي وقفت ضد المحاوله الرعناء من قبل هذه الميليشيا للسيطره على ميناء سقطره، ووجه بفرض حمله امنيه عسكريه من الامن والجيش بعد ان كانت هذه الميليشيا قد سيطرت على بوابه ميناء سقطره وتم السيطره على البوابه وعلى الميناء ولادت هذه الميليشيات في الفرار، وسيتم ملاحقه هذه الميليشيات وقادتها ومن يعني نعم تقديم هذه القيادات الى النيابه العامه والتحقيق مع القيادات التي ارتكبت هذه الجريمه. نعم استاذ مختار، بدايه حديثك قلت ان الشرعيه ترفض مثل هذه التجاوزات، ما هو نوع هذا الرفض او كيف يمكن ان يلمس المواطن هذا الرفض؟ يلمس المواطن ان الحكومه لن تصمت على هذه الانتهاكات وهذه الاعمال الغير مشروعه في هذه المناطق. طبعا هناك اطر للتعامل مع هذه الاعمال، يعني نحن ما نزال في تحالف وفي اطار التنسيق المباشر مع التحالف العربي. رئيس الجمهوريه سلم رساله للسفير السعودي ليسلمها للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز كونه قائد التحالف العربي، للنظر بكل هذه الانتهاكات، للنظر بكل ما تقوم به الامارات من عبث وما تقوم به ايضا. نعم، هل برايك ان هذا هو الحل استاذ مختار؟ يعني ان تتم مراسلات داخليه، لما لا يصدر بيان من رئيس الجمهوريه او من هرم الحكومه يكاشف فيه ما الذي يحدث ويوضح هذا الموقف؟ يعني ان ترفض الحكومه وتقوم بمراسلات داخليه هذا ليس منطقي، ثم انها ليست هذه المره الاولى حتى نقول ربما سيحدث هناك اتفاقات او اعاده ترتيب، هذه ربما المره الالف في التجاوزات يعني، ومع ذلك لم نجد اي موقف حاسم لما يحدث. اختي العزيزه، رئيس الجمهوريه قبل يومين تواصل مع نائب رئيس الوزراء ووجه برفع اليقظه الامنيه في كافه المناطق والمحافظات، بالتالي هذه رساله واضحه. يعني انا اعتقد ان رئيس الجمهوريه ليس من مهامه ان يخرج ببيانات يعني تنديد وشجب، رئيس الجمهوريه حينما يخرج سيخرج لاتخاذ قرار اما بطرد الامارات او اتخاذ قرارات اخرى، اعتقد انها قد تؤثر على علاقتنا مع التحالف العربي الذي يعني نحاول قدر الامكان الحفاظ عليه بتنفيذ الاهداف النبيله التي جاء من اجلها وهي اعاده الشرعيه وليس القضاء على الشرعيه، ولا يمكن القبول بان ان ان يكون التحالف او احد اطراف التحالف ان يقوم باعمال الحكومه او يكون بديل للحكومه، هو لكن استاذ مختار يعني اسمح لي، هذا هو الذي يحدث في المناطق والمحافظات. نعم هذا هو الذي يحدث، من الذي يدير البلد في المناطق المحرره؟ ليست الحكومه عمليا، ثم ان ليس من واجب الرئيس، نعلم تماما انه ليس من واجبه ان يصدر بيانات تنديد وشجب، ولكن من واجبه ان يكاشف الناس ما الذي يحدث. متى اخر مره ظهر فيها رئيس الجمهوريه ليحدث شعب عما يحدث او ما هي الاجراءات التي سيقوم بها؟ يعني في المناسبات الرسميه وخطاب مكرور لا يوجد فيه اي جديد، وكان البلاد تعيش رغد الحياه ونعيمها، ليست في وضع حرب. يفترض على الاقل ان لديه راس كل شهر ظهور للناس يحدثهم ما الذي سيحدث، ما الذي سيقوم به. يعني كل هذه الاحداث التي تحدث في المناطق المحررة ولا نجد أي أحد يعلق تعليق واضح، نجد ربما بعض مسؤولي الدولة هنا وهناك في ظهور طفيف في القنوات، ولكن كموقف رسمي حتى الآن لم نجد. كل من يتحدث أو كل مسؤول في الحكومة يتحدث هنا وهناك هو يعبر عن الحكومة ما لم يتم التصريح خلافا لذلك، وأنا أعتقد أنه الرئيس إذا وصل إلى مرحلة أو إلى طريق مسدود مع
دولة الإمارات، فأعتقد أنه سيخرج وسيتحدث بكل شيء وسيكاشف الشعب اليمني بكل ما يحدث. نحن نقول أن معركتنا الأساسية هي مع ميليشيا الحوثي، ولا نريد أن تنحرف المعركة إلى معركة بينية في إطار أطراف موجودين في التحالف وأطراف داخلية. لكن في نهاية المطاف إذا وصلت الحكومة والدولة والرئاسة الجمهورية إلى تحالف ومع دولة الإمارات، فأعتقد أنها ستكون لها خيارات وستعلن عنها. وأعتقد أن رئيس الجمهورية بعد أن يجري الفحوصات الدورية في الولايات المتحدة الأمريكية سيعود إلى مدينة عدن، وهذا طبعا ما تم الاتفاق عليه. وأعتقد أن وصول رئيس الجمهورية إلى مدينة عدن سوف يحلحل هذه الإشكاليات، وسوف أيضا يخفف نعمل نفوذ دولة الإمارات العربية في المناطق الجنوبية. نعم نأمل ذلك بالتأكيد. شكرا جزيلا لك مختار رحبي مستشار وزارة الإعلام، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض. عودة أخيرة لك أستاذ نبيل، برأيك ما هو السيناريو القادم في ظل ما عاد الرئيس فعليا إلى عدن؟ السيناريو هو سيناريو الحادث الآن، سيناريو المواجهات المسلحة بين ميليشيات خارج مؤسسات الدولة أو تريد أن تحل محل الدولة، وميليشيات انقلابية لا تقل سوءا وعبثا وفوضى وسقوطا كميليشيات الحوثي، وإن كان دي توجه آخر. لكن ما يحصل في المناطق المحررة هو انقلاب مكتمل الأركان، انقلاب على الشرعية والإحلال محلها من قبل هذه الميليشيات. نحن أمام لحظة فارقة في تاريخ اليمنيين، هذه اللحظة بيد من يمسكون زمام الأمور اليوم أو من في صورة المشهد السياسي اليوم هي الشرعية ورموزها، بيدهم أن يكونوا في مزبلة التاريخ أو أن يكونوا أو أن يعيدوا لليمن كرامته وحريته وسيادته. اليوم ما يجري في هذه المناطق فاق أو خرج عن كل التصورات المرسومة والسيناريوهات التي كانت متوقعة. أن تحاول الإمارات أن تزرع مثل هذه الميليشيات وتحاول إحلال محل الحكومة الشرعية، أنا باعتقادي هذه قمة المهزلة التاريخية التي حصلت اليوم. أنا لازلت أعول بعض التعويل على 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 رموز الشرعية بأن يعيدوا رسم هذه العلاقة اليوم القائمة. هل يمكن ذلك؟ يعني هل هو بالإمكان؟ ليس هناك مستحيل، ليس هناك مستحيل. يعني هل لا يزال وقت متاح بعد أربع سنوات بعد أن تغلغلت كل شيء متاح أصلاً؟ الإمارات في السيناريو المرسوم في المناطق الجنوبية، يعني حجم القمع والظلم والعبث والفوضى الذي ارتكبت في حق المواطنين في هذه المناطق، وحجم تدمير لكل ما له علاقة بالحياة الاجتماعية للناس والمتطلبات البسيطة من الكهرباء إلى الماء إلى المجاري إلى هذه الأشياء البسيطة صفرية. يعني سطوا على مؤسسات الدولة في هذه الميليشيات وجردتها من وظيفتها الخدمية وحولت الأمر إلى جباية. وتخيلي يعني كل إيرادات الميناء والمطار وإيرادات الجمارك والضرائب وكلها تروح إلى هذه الميليشيات يعني، وبالتالي ولا يقدمون أي أدنى مسؤولية تجاه الناس، تجاه رواتب الناس، تجاه، وبينما الشرعية هي التي تقوم بهذه الأعمال رغم كل ضعفها ورغم كل عدم تواجدها في هذه المناطق، وهي تحاول أن توجد صورة من صور الدولة. لكن أمام العبث الإماراتي وهذه الميليشيات المدعومة من الإمارات أصبح من الصعوبة بمكان أن تتحدث عن وجود دولة أصلا. وبالتالي اليوم أنا باعتقادي أنه الإمارات لم تكن مدعوة لهذا التحالف وهي في حل من هذا الأمر، لكن هذا الأمر يحتاج إلى خطاب رسمي من قبل السلطات الشرعية الممثلة بالرئاسة والممثلة بمجلس الوزراء. لا، بدل من هذا العبث الموجود اليوم وبدل قصص الحكايات من خلف الكواليس أن هناك خطاب توجه إلى الملك سلمان يعني هذه قمة الهزال السياسي. يا سيدي أنت رئيس البلاد وأنت رئيس وزراء البلاد وأنتم أحزاب البلاد، ديروا هذا المشهد بوضوح أمام اليمنيين، لا تتحولون إلى مجرد جوقة مغتربة في المنافي وتبحثون عن مصالح شخصية. إذن شكرا جزيلا لك نبيل بوكيري الكاتب والباحث السياسي، كنت معنا في هذه الحلقة من المساء اليمني. أشكركم أيضا مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، نلتقيكم في مساء يمني جديد. كونوا برعاية الله وأمنه.